أكاديمية جورج نسيم خرياطي للسلامة المرورية صار لنا يعني كذا سنة عم نتابع تطورها. اليوم التطور وصل لتكون عم تاخد الأيزو، رح نحكي بالتفصيل عن هالموضوع مع دكتور أدلت عيناتي خرياطي اللي رح تخبرنا أكثر قد يعني مهم هالموضوع وقد ايه هالثقافة المرورية ضرورية عم تكتشفوا، يعني بلشتوا لأنه ضرورية ولكن عم تكتشفوا أكيد مع الوقت قد ايه هي مهمة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. مثل ما بتعرفي كاتيا، يعني أكثر الوفيات بلبنان هي عم تكون من الصحة ومن السير، ومعظمهم عم يكونوا شباب، مشان هيك نحن أساسا الأكاديمية بتشرين 2016، يعني ما صارنا سنتين، والفكرة أنه نخفف من الوفيات والإعاقات عند الشباب والصبايا من حوادث السير. يعني نحن الفكرة من الأكاديمية ننشر التوعية، نحن ما بدنا نعلم الأولاد كيف بدهم يسوقوا، نحن بننشر التوعية عن قوانين وأخلاق السواقة مشان يحافظوا على سلامة مرورية صحيحة ومشان يحافظوا على حياتهم. هيدي فكرة الأكاديمية. مشان هيك وقت بدينا الأكاديمية بديناها مع منهج متطور كتير بثلاث لغات ولثلاث فئات عمرية، ثلاث سنين لتسع سنين، 10 ل 13 و 14 ل 18، وكل وفي عندنا صور ما بعرف اذا بحبوا يمرقوها على المناهج، وكل منهج له يعني كل عفوا عمر له منهج خصوصي وبثلاث لغات. مش عم نعلم السواقه ابدا، نحن بنركز على هالموضوع، نحن ما بدنا نعلم السواقه، نحن بدنا نوعي كل تلاميذ لبنان، كل تلاميذ لبنان بدون استثناء عن اخلاق واخلاق والسلام المرية مشان ما يكونوا بيتعرضوا لحوادث السير ويموتوا على بكير. يعني مثل كأنه عم نعطيهم باسبور موت لأولادنا هالأيام، عم خليهم يسوقوا بكير بدون رعاية بدون انتباه. بشيك عم نركز العلم على بكير، مثل نحن وقت بنطعم ولد مثلا ضد الشلل، هيدا شيء وقائي تنمنع الإعاقة والوفاة. نحن عم نعطيهم هالمنهج الوقائي التعليمي على بكير تنمنع الوفية. عم نشوف بعد صور بالأكاديمية، كنا قبل كمان عم نشوف صورة يعني صف مع اولاد بعمر صغير بكل انتباه وكل أكيد اهتمام. أكيد يعني مركزين على الموضوع. احنا بنستقبل صفوف، كل تلاميذ لبنان بنستقبله كصف حسب العمر، يعني العمر الاصغر بنستقبل عدد اكبر، والصف بيجي ليوم توعوي اللي بيكون مثل يوم الدراسي تمام، حتى في فرصه لهم وبينعطوا كل المناهج. يعني هذه عم تشوفي مرحله المراحل التطبيقيه كيف بيسوق السيارات الكهرباء، قبل كنا عم نشوف كيف بيتعلموا شيء نظري عن اهم اسباب حوادث السير وشو اشارات السير، بعدين يا ريت كنا قدرنا نرجع على السيميوليترز، لانه فكره السيميوليتر فكره كثير مهمه، هي عم نعلم الاولاد بطريقه تطبيقيه وتفاعلية. هو السيميوليترز الوحيدين للسلامة المرورية اللي عندهم منهج بلبنان يلي جبناهم من فرنسا، ويلي الأولاد بيتعلموا والعمر الأكبر هيدا بيتعلموا كيف بده يدو السيارة، كيف يتلفوا الأكسيدنس بسيناريوز مختلف. هو ده السيناريوز مع الانستراكتور على سكرين عم بيكونوا عم يشغلوا سيارة وبيتعلموا بفرح. يعني مش أكيد المنهج كتير رصين، بس في فرح لأنه أول شيء الانستراكتورز كلهم كتير يانجسترز طبعا، والكل بيحبوا السواقة والكل انه كمان انه ما بنعطيهم علامات بعدين، يعني احنا بنعطيهم تقييم له بس ما بنسقط حدا. يعني عندنا النظر التطبيق التفاعل، وفي عندنا تقييم معلومات يلي كل تلميذ بنفحصه على كل شيء تعلم. بهالطريقه سنه ورا سنه ورا سنه هالولاد بيكون عندهم كارت خصوصي من عندنا ماجنتيك كارد يلي بيقدر بيخولهم يفوتوا على كل مراحل الاكاديميه سنه ورا سنه ورا سنه. سو اتس كيومولتيف نوليدج، يعني مش انه عم نلقطهم مره ونتركهم بعدين. فإذا التعامل مع المدارس اكيد نحن بنتعامل مع المدارس ومع البلديات، البلديات بنتعامل معهم تا ناخذ دعمه للمدارس الرسميه، نحن المدارس الرسميه مقدمينها لكل المدارس الرسميه بلبنان، والمدارس الخاصه كمان مقدمينها بشيء كثير كثير رمزي كثير، يعني هيدا مقدمينه للمجتمع المدني نحن، وعم نتعاون مع وزاره التربيه مشان نقدر نحط منهج للسلام المروري، اوريدي خلص هيدا بالمنهج الدراسي، ونعمل انشطه سلامه مروريه بالمدارس بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامه المروريه وكمان وزاره التربيه. تنحكي عن الايزو، يعني كل هالشيء اللي تفضلتي فيه دكتور بيوصل لانه يكون في عمل بطريق واضحه بمناهج واضحه وتطور واضح للوصول ليكون في اعتراف لكم عالمي. الايزو رح اعطونا اياه ونحن رح نستلمه بحفل بالتنين الجاي، بيكون 16 تموز الساعه 5:30 تحت رعايه رئيس الحكومه اللي هو كثير عنده اهتمام بالسلامه المروريه. هالايزو
هو الايزو بالسلامه المروريه 39001 2012، هو اول معيار الدولي يلي تطور للسلامه المروريه بالعالم. يعني هو بيساعد المنظمات والمؤسسات مثلنا يلي بتعنى السلامه المروريه انه يكون عندها اداره منيحة للأنظمة السلامة المرورية. شو يعني؟ يعني نحن مثلا هلأ بعد أشهر من الشغل والتعب والتدريب وورشات العمل استحقينا هالشي، وهيدا بيعني نحن نقدر ننظم، إن نحط نطور، إن ننفذ، إن نرصد، نعمل مشاريع مستقبلية، وأهم شيء نقيم أدائنا يلي كتير مهم بالنسبة لنا. نحن حريصين إنه بعد ما أخذنا الأيزو وقبل ما نأخذ الأيزو حريصين أنه نمشي حسب المعايير العالمية للسلامة المرورية. بدنا أفضل جودي للسلامة المرورية لأنه عم نقدمها للشباب والأطفال. مش هيك عم نشتغل معهم، وهيدا بعتقد أنه كان إنجاز كتير كبير بنفتخر فيه كتير، وبعتقد رح يساعدنا كتير أنه نضل مستمرين بطريقة عم نطلع تدريجيا وعم ننتقد حالنا ونقيم حالنا لانه نحن وي ونت تو ديليفر ذا بيست. تمام دكتور، بس يعني كمان عالميا الطرقات مش هيك، الثقافه العامه كمان الثقافه المروريه كمان ما بتساعد الشباب والصبايا كثير، مش عذر طبعا أكيد. وضروري انه نكون عم نربي جيل عنده ثقافه مروريه أكيد. صحيحه، ولكن كمان لما بيصيروا على طريق سيموليترز ما بيقدروا يعطون كل الفوضى موجوده على الطريق. بس بتعرف تتفاجئي كانت السيموليترز هن اللي عنا اياهم، هن نفس السيموليترز اللي الحكومه الفرنسيه بتعلم السواقه عليهم. نعم. يعني وقتها ونحن زدنا سيناريوز حسب لبنان. نعم. يعني كل هالفوضى اللي عناها بلبنان موجوده بالسيموليتر، نحن زدناهم يعني في سيناريوز يلي مثلا حدا مثلا الطرق يلي ما بتسوق ابدا، الطرق يلي بتزحلت كثير، ما في اضاءه، الناس بيمرقوا بلا فوضى، هيدي زايدينا لانه لازم نعلمهم. ونفس الشيء السيناريوز بالسيارات اللي شفتوهم بالترافيك جاردن، لانه نحن عندنا مدرسه وعندنا ترافيك جاردن. بهالترافيك جاردن في سيناريوز كثير للمشاة وسيناريوز اللي عم يسوقوا. نعم. وكله زايدين عليه معدلين، طبعا بعد 3 سنين من الشغل معدلين تنشوف شو بيصير بلبنان. مثلا بيسوق وابنه طلع من برا مثلا، او بحضنه، او الولد الراكد ورا الطابه، هذه كلها موجوده بالسيناريوز. مش بعاد عن جو لبنان، بس معك حق، اكيد بدنا الدوله تضبط الطرقات، بدنا القوانين يصير في تشريع القوانين على المظبوط. بس ما توقعت يكون موجود بالسيموليتر كل هالسيناريوهات، لانه نحن قبل ما افتتحنا الاكاديميه ب3 سنين كنا عم نشتغل على المنهج، كنا عم نتواصل مع فرنسا على طول، واكيد تغيرنا تعملنا 3 لغات انجليزي وعربي فرنسي، بقى كان كل هالشيء لاحظناه، لانه نحن ما بدنا نستورد شيء من برا ونحطه مثل باراشوت بلبنان، بالعكس بدنا نطبق هالشيء. هنزل الولد على الطريق بعمر القياده ما راح يكون عم بيشوف نفس الشيء، بينما هيك بالسيميليتر راح يكون في فأزن كل سنه رويت فكره عن جد كثير حلوه. بس انا متاكد انه الشغل بالرغم من كل المصاعب بلبنان في ناس اكيد عم يعملوا جهود كثير مهمه بالنسبه للسلامه المروريه، ونحن اكيد مدين ايدينا لهم طبعا، والمجلس الوطني كمان عم يعمل شيء كثير حلو، بس نحن بنراهن على الانسان. الايزو امتى رح تستلموها فأزان؟ هالتنين نهار التنين بوجود اكيد هيئات اداريه تعليميه، مؤسسات بلديات، اكيد سياسيه، اعلام. وين رح يكون الحفل؟ رح يكون بمركز الاكاديميه يلي هو بكفر حزير، هون عم يستلموا الشهادات التلاميذ. لانه وهالشهادات على فكره بس كوننا اخذنا الايزو هالشهادات رح يكون لهم قيمه كثير، لانه هالشهادات رح يكونوا موثقين من الايزو يلي اخذينا من كواليتيز بانجلاند يلي هي هيئه كثير رصينه بال المدارس اللي عم تتجاوب معكم هي مدارس بس من الشمال ولا من كل المناطق؟ بالعكس نحن لحد هلا استقبلنا 6000 مدرسه، سوري 6000 تلميذ من كل المدارس، اكيد بدنا نتوسع اكثر للجنوب وللبقاع يلي شوي صعب وقسم من مناطق بيروت، اكيد في كثير من الشمال بس في كثير كمان من بيروت ومن جوني، بس لازم نشتغل اكثر بالنسبة لهالموضوع، بس لأنه ما صارنا زمان، وحبينا أول شيء نأكد كل البرامج ماشي حالها وما في عندنا أي جابس قبل ما نقدر نتوسع أكثر، ونشكر على حد هلا كل شيء كثير منيح، وقت بيكون في عندنا أي جاب نقدر نعمل كوركتيف أكشن مشان هالجاب ما تدل، بقى بدنا نمشي حسب ستاندرز على المظبوط ونطلع شوي شوي، وان شاء الله هالسنين الجاي واكيد بعد ما اخذنا الايزو رح يكون في توسع اكثر لكل مدارس لبنان.
دكتور أدلت ناتي خرياطي، أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا اليوم. تحية لكل كمان الأكيب العامل بمؤسسة جورج نسيم خرياطي، وكمان الأكيب العامل بالأكاديمية، ومبروك عليكم الأيزو. يعني مؤسسة حضارية من هالنوع أكيد نحن بتشرفنا بلبنان. نحن نتشكر لأنه دائما داعم المشاريع تبعنا، وفي جروب من الأم تي في زاروا الأكاديمية من كم يوم كمان، وبقى دائما أنتم عم تدعموا مشاريع. أهلا وسهلا فيك. في هلا بنرجع نتابع لايف.